جمعة مباركة أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من الصحافة اليوم. والبداية كما جرت العادة بإطلالة سريعة على أهم العناوين. البداية من وكالة الثاني من ديسمبر، فيما ينشط الحوثيون في تلغيم السواحل اليمنية دخول كاسحات ألغام للبحر الأحمر للمرة الأولى منذ 7 سنوات. أحرقت عقودا من النمو التعليمي، الحرب الحوثية ترمي بملايين الأطفال والمعلمين خارج المدارس. الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن تؤكد الحاجة لتوفير حماية غير مشروطة للمدنيين. تعز وقفة قبلية مسلحة لأبناء وادي الغيل والعلاقمة والكدحات دعما للمقاومة الوطنية. الساحل الغربي أورد الآتي: احتشاد في تعز لأبناء العلاقمة والكدحة ووادي الغيل دعما للمقاومة الوطنية. إحاطة مقاتل من سبأ قدمها المحافظ سلطان العرادة لسفراء الدول الخمس دائمة العضوية. الحديدة دويد وبهيجي يلتقيان لجان الدعم الشعبي من أبناء تهامة في جبهة حيس. هل أدان مجلس الأمن قصف ميناء المخا وماذا قال عن الحديدة؟ وكالة خبر طالعتنا بالعناوين التالية: دكاترة جامعة صنعاء في محاكم ميليشيا الحوثي لعجزهم دفع إيجارات منازلهم. قتلى وجرحى حوثيون في هجوم مباغت للقوات الحكومية في بيحان شبوة. ميليشيا الحوثي تمنع مزارعي الرجم بالمحويت من حصاد الثمار حتى إشعار منها. واشنطن: لا يوجد أي دليل على أن إيران تريد إنهاء حرب اليمن. في موقع نيوز يمن نقرأ: رغم الأزمة يمنيات يحصدن جوائز دولية. إغلاق عدد من محال الصرافة في المخا: لأول مرة كاسحات ألغام أمريكية تدخل مياه البحر الأحمر. موقع عدن الغط طالعنا بالعناوين التالية: ميليشيات الحوثي تعتقل وكيل وزارة المغتربين بصنعاء. المبعوث الأممي: إيران لا تريد إنهاء الحرب في اليمن. ثلثا سكان اليمن على شفير المجاعة، 16 مليونا ينامون جوعا كل يوم. العرادة: المنظمات الدولية متخاذلة في القيام بدورها الإنساني تجاه العبدية. السفير البريطاني: ليس الوقت مناسبا لتحقيق الانفصال في اليمن، ولا يوجد أي إمكانية لتحقيق ذلك في حال عدم وجود حكومة. من الصحف العربية الشرق الأوسط: آلاف العائلات اليمنية في محافظة البيضاء تعاني انعدام الأمن الغذائي. المبعوث السويدي: السلام في اليمن يحظى بدعم أوروبي كامل. وأخيرا من موقع الحدث الإخباري: ثلثا سكان اليمن على شفير المجاعة، 16 مليونا ينامون جوعا كل يوم. المبعوث الأممي: إيران لا تريد إنهاء الحرب في اليمن. التحالف يقصف الحوثيين في الجوف ويكبدهم قتلى وجرحى. أحصنة طرواد الحوثية تتجه جنوبا. تحت هذا العنوان أورد الكاتب صالح البيضاني مقالا جاء فيه: قد يبدو الحديث عن أهداف الحوثيين العسكرية ما بعد مارب ضربا من التشاؤم في نظر المناهضين الميليشيا المدعومة من إيران في اليمن، لكن الواقع يؤكد أن مسار الحرب يسير منذ العام 2017 في اتجاه واحد يصب في صالح المتمردين الحوثيين الذين استغلوا العديد من العوامل والتحولات الداخلية والخارجية التي خدمت مشروعهم الأيديولوجي العنيف. ومع تقدم الحوثيين البطيء في مارب، بات السؤال المنطقي يتمحور حول هدفهم القادم، على الرغم من الرسائل المخادعة التي يحاولون بثها داخليا وخارجيا حول رغبتهم في الجلوس على طاولة الحوار ووضع نهاية للحرب بعد سيطرتهم على آخر وأحسن معاقل الشرعية في الشمال. ولا تنطلي أكاذيب الحوثيين حول نهاية مطاف أمالهم التوسعي على من يعرف جيدا سيرتهم السياسية والعسكرية الملطخة بالانقلاب على الاتفاقات،
والتملص من المواقف المرنة المصطنعة التي عادة ما يطلقونها في لحظات ضعفهم قبل أن يخلعوها كمعطف فراء خشن مع أول فرصة سانحة تلوح للانقضاض على خصومهم. المشروع الحوثي المدعوم إيرانيا والذي يحظى بتواطؤ دولي وإقليمي من بعض الدول لن يتوقف أو تتعثر أقدامه جنوبا ما لم يجد مشروعا مناهضا يتصدى له. وعلى سبيل المثال للحصر، ظل الحوثيون خلال الحروب الست يرفعون شعارات منادية بحق الجنوبيين في تقييد مصيرهم، لكنهم أعقبوا هذه السلسلة الطويلة من الخطابات المختالة باجتياح عنيف لجنوب اليمن بعد انقلابهم وسيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء مباشرة. ومن يعرف تكتيك الحوثيين السياسي يدرك حتما أن هزيمتهم المذلة في عام 2015 وطردهم من المحافظات الجنوبية بشكل مهين لهم تفقدهم رغبتهم الجامحة في إعادة الكرة، ولكن بأساليب مغايرة بعض الشيء هذه المرة ومع رصيد أكبر من الخداع والمكر والانتهازية. ويمكن اعتبار خسارة الحوثيين في العام 2017 لمنطقة بيحان في محافظة شبوة بعد مقاومة شرسة نموذجا مصغرا لما يمكن أن يكون عليه الحال في الأيام القادمة لمشروعهم تجاه الجنوب، حيث استعادوا المنطقة التي خسروها ولكن بوسائل مختلفة بعض الشيء، مستخدمين عوامل محلية في المنطقة وولاءات عرقية وسلالية مكنتهم من السيطرة على بيحان ومناطق مجاورة من داخلها أو ما يمكن وصفه باستخدام سلاح الخيانات القاتل. ومع ما يعتقد الحوثيون أن اقتراب مخطط إسقاط من محافظة مارب الاستراتيجية من نهايته، يبدو أن الجزء العملي من استراتيجية نقل المعركة جنوبا قد بدأ بالفعل بعد أن ظل مقتصرا طوال السنوات السبع الماضية على الجانبين الاستخباراتي والإعلامي وتغذية الصراع بين المكونات المناوئة لهم وتحديدا الشرعية والمجلس الانتقالي. والواقع والعديد من الشواهد تقول اليوم إن الجماعة المدعومة من إيران تستعد بالفعل لاختيار القوة مجددا في محافظة شبوة تحت ذريعة ملاحقة الأخوان والقاعدة، ولكن الهدف الحقيقي يبدو أنه على صلة بتتبع موارد النفط والغاز الممتدة من مارب حتى شبوة وصولا إلى وادي حضرموت. ويأمل الحوثيون في تحقيق هدفهم هذا بالاستفادة من الفراغ الاستخباراتي الذي خلفه غياب مؤسسات الاستخبارات التابعة للحكومة الشرعية وسيطرة الجماعة على هذا الملف الحساس بشكل منفرد، إلى جانب تجنيد خلايا نائمة يجمعها بالحوثيين هاجس الانتماء السلالي والعرقي كما حدث في بيحان وحريب ومناطق أخرى استخدم الحوثيون فيها حصان طروادة وحركوا الطابور الخامس. وفي قراءة للخبر الذي سنناقشه طالعنا موقع الشرق الأوسط تحت عنوان لندن: التسوية في اليمن بحاجة إلى قرار أممي جديد. أكدت بريطانيا حاملة القلم في الملف اليمني بمجلس الأمن الدولي الحاجة إلى صدور قرار جديد من مجلس الأمن لدعم التسوية السياسية الشاملة في اليمن. وقال سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم في حوار مع الشرق الأوسط إن فجوة حدثت بين مضمون القرار 2216 الذي أصدره مجلس الأمن في العام 2015 والوضع على الأرض الذي يتغير يوميا، لافتا إلى أن ذلك سينعكس على أي تسوية سياسية مقبلة. وأضاف: أعتقد عند أي تسوية سياسية بين الأطراف نحتاج لقرار جديد. ورجح الدبلوماسي البريطاني أن يقدم المبعوث الأممي الجديد لليمن هانس جروندبرغ خطة سلام شاملة بكل سرعة وجدية. ويرى السفير البريطاني لدى اليمن أن التدخل الإيراني في اليمن عبر دعم الحوثيين بالصواريخ وغيرها يجعل الوضع أسوأ ويعقد جهود الأمم المتحدة للسلام، كما يهدد أمن المملكة العربية السعودية. لمناقشة هذا الموضوع وأيضا ما جاء في بيان مجلس الأمن قبل يومين وأيضا التصريحات التي أدلى بها المبعوث الأمريكي إلى اليمن وكذا السفير السويدي، أرحب بضيفي من القاهرة عبد الستار الشميري الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك أستاذ عبد الستار. أهلا وسهلا بك. وهي تحية لمن سينضم إلينا عبر الهاتف اللواء عبد الله القحطاني الخبير العسكري، وكذا عبر سكايب سليمان العقيلي الكاتب والمحلل
السياسي. فاصل قصير ومن ثم نبدأ النقاش. أستاذ عبد الستار، كما جاء في الخبر لندن ترى أن التسوية السياسية في اليمن بحاجة إلى قرار أممي جديد، هل الملف اليمني يحتمل ذلك في ظل عدم تنفيذ القرارات السابقة بما فيها القرار 2216؟ في الحقيقة هذه التصريحات هي مهاد، وبريطانيا دائما منها تأتي المهادات لأي طبخة تريد أو يريد المجتمع الدولي أن يصنعها في الشرق الأوسط، بحكم أن بريطانيا لها تجربة خاصة في هذه البلدان التي كانت معظمها مستعمرات، وكثير من البلدان العربية كانت حتى الانقلابات وحتى الطبخات تأتي برؤية استخباراتية بريطانية، والبريطانيين دائما طبخاتهم تأتي على نار هادئة جدا طويلة المدى بعكس الأمريكان تماما، وهم أيضا من دعاة التغيير من الداخل وانقلابات القصور وليسوا مع الثورات. هذه المعطيات كلها وآخرها هذا التصريح البريطاني لسفيرها غير مطمئن، وهو أيضا غير مفاجئ، لأن هناك بالفعل طبخة تجري منذ 3 أشهر تقريبا تشترك فيها بريطانيا وبتفاصيلها في الشأن اليمني، ولكن على الطريقة البريطانية هذه الطبخة تختمر وتحاول أن تمد جسور مع دول جديدة. روسيا ربما سمعتم من 4 أيام كان هناك إعلان أنها طرحت مبادرة أو رؤية للحل في اليمن، وهذا شيء جديد أن يأتي المشاركة الروسية. هناك تسريبات بدخول دولة الكويت في مع عمان لتظاهر لحل هذا الأمر، بمعنى هناك مجموعة من الدول، هناك مجموعة من الذين لهم رؤية في الموضوع اليمني ينطلق من المعطيات الآتية. المعطى الأول أن هناك توازن ضعف وتوازن إنهاك في القضية اليمنية مما يجعلها مستحيلة الحسم العسكري، هذا معطى لدى المجتمع الدولي أصبح حقيقة، ولذلك هذا المعطى يفترض أن تعد هناك تسوية جديدة لا تمت بصلة إلى ما كان عليه القرارات في 2015. هذه التسوية تحتاج إلى شرعية دولية، وبذلك تحتاج إلى قرارا دوليا جديدا يأخذ بالمعطيات، بالمعطى الأول وهو توازن الضعف. المعطى الثاني أيضا وهو حاضر أيضا في الذهنية الدولية أن القائم الرئيسي في هذه الحرب والداعم والخاسر هو المملكة العربية السعودية التي زادت تكلفتها عن 150 مليار دولار في هذه الحرب على أقل تقدير خلال 5 سنوات، وبذلك فإن السعودية غير محتملة أن تواصل بهذا الزخم، وربما ترغب في من ينقذها أو يدخل مع الخط معها ويخرجها من هذا المأزق. بمعنى آخر هناك جاهزية، هناك قابلية من المملكة التي هي محور الدعم والممانعة على اعتبار أن الشرعية هي المحور الثاني وليس الأساس في هذه المعركة بسبب تفتت الشرعية وقوة ضعفها وعدم قدرتها على احتمال المعركة بمفردها. هذا معطى ثاني. المعطى الثالث أن الشرعية هي الأضيق مساحة الآن والأقل قدرة في مواجهة الحوثي خاصة، وأن إيران في المقابل اكتسبت يعني زخما جديدا خلال سنة في حدود 11 كيلومتر تم الاستيلاء عليها من الجماعة الحوثية بدعم إيراني غير مسبوق. المجتمع الدولي يرى أن التناظر غير موجود بين المعطيات المملكة والتحالف والشرعية وبين الحوثيين وإيران، هناك سبق في السنة الأخيرة على الأرض لصالح إيران، بمعنى آخر أن إيران لا تلعب بالنرد إنما تلعب شطرنج، وإيران كما هو معلوم هي ملكة الشطرنج، تسقط الأوراق، تسقط القلاع، تسقط الأحصنة تباعا ولكن بصورة وئيدة. من نعم. كل هذه المعطيات ينطلق هذا التصريح البريطاني إنه نحن نعد، هناك شيء موجود سوف ينطلق على لسان المبعوث الأممي، وهذا الأمر يمهد للمملكة والتحالف والعالم أن يستحضروا أن هناك قرارا جديد، تهيئة ومهاد وفرشة لما يعد. هذا الأمر الذي يعد قد لا يكون هو الذي نريده، ولكن ينبغي أن نتنبه أنه يعد بالفعل، وهذه منطلقات تصريحات
ليست من فراغ. أستاذ عبد الستار، أفهم من كلامك أن الحديث عن المرجعيات الثلاث وتمسك الشرعية ومن ورائه التحالف العربي بهذه المرجعيات قد أصبح في حكم الماضي، وهل من المعقول يعني أن تسلم الشرعية لميليشيا الحوثي بناء على القرار الجديد، يعني نصف السلطة وأن يكون هناك سلطة في مقابل سلطة، لا أن تنخرط الميليشيا الحوثي في عملية سياسية وتكون كبقية الأحزاب والأطراف السياسية؟ للإجابة على سؤالك، هل المرجعيات الثلاث والقرار الأمم السابق أصبح ساقطا؟ في الحقيقة هناك تفتت في هذه القرارات، مرجعه التفتت في الجغرافيا التي تسيطر عليها الشرعية. كان هذا السقف السياسي مكسبا للشرعية، قرار أممي عالي المستوى، زخم دولي، الإيمان بالمرجعيات الثلاث، ولكن مع تآكل الوجود الشرعية والعسكري وضعفه وعدم القدرة على التمدد والأخذ في الانحسار، دائما تنحسر وتتفتت المكتسبات السياسية الخارجية والداخلية أيضا. على المجتمع الدولي كان يرقب ويرقب بجدية، كان لن يمانع إذا هناك قدرة على الذهاب إلى صنعاء أو إسقاط الحوثي في أي معركة. بالحقيقة نحن نتوهم أن هناك مؤامرة وأنه لا يريد، إنما هو لا يعين. هذا التفتت في الجبهة العسكرية وضعفه ومناوئة والمبادئة الحوثية بالفعل جعلت المجتمع الدولي يسقط ضمنياً المرجعية الثلاث وقراراته، ولكن ليس يسقطها إلى مرحلة الصفر، سيذهب إلى تعديلها. نعم. بمعنى آخر أستاذ عبد الستار، تفضل. أيضا اسمح لي أيضا أن أشرك معنا عبر السكايب سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي من السعودية. أستاذ سليمان، أجدد الترحيب بك. مرحبا. أهلين وسهلين أستاذ سليمان. في ظل هذا اللغط الحاصل فيما يتعلق بالملف اليمني، كان هناك تصريحات للمبعوث الأمريكي تيموثي ليندر كينغ، قال بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن المملكة العربية السعودية 100%، وأن هناك 70,000 مواطن أمريكي في المملكة العربية السعودية. كيف يمكن قراءة هذه التصريحات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في واقع الأمر أن الذي يجري الآن عكس هذا الكلام. الذي يجري هو أن المملكة العربية السعودية بقواتها المسلحة وقوتها البحرية المسلحة هي التي تؤمن اليوم الخط الملاحي الدولي في البحر الأحمر، سواء كان خط نفطي أو خطوط طاقة نفط وغاز أو خطوط تجارة قادمة من جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. والمملكة اليوم هي التي لها الأفضال على الأسواق الغربية وليس العكس. الولايات المتحدة لم تقدم شيء للمملكة العربية السعودية إطلاقاً، بل أوقفت في الفترة الحالية الصفقات التي تم إبرامها مع الإدارة الأمريكية السابقة، ورأينا تعنت في تسليم هذه الصفقات. ويعني نحن لا يغرنا نحن القول، لأنه الذي يدافع عن المملكة العربية السعودية جيشه وشعبه وقواتها المسلحة وحكومتها، وليس الولايات المتحدة، ولا ننتظر فضلا لأحد بحق الدفاع عن المملكة، بل المملكة اليوم هي الحصن الحصين للجزيرة العربية. وأنتم تعرفون والمراقبون جميعا يعرفون المواقف الأمريكية والمواقف البريطانية، ولا ننتظر من مجلس الأمن ولا من بريطانيا ولا أمريكا فلاحا ولا صلاحا لأحوال اليمن. أحوال اليمن يصلحها ويعني يعالجها أبناء اليمن أنفسهم. والمملكة كانت دائما للتقاء اليمنيين وحواراتهم وتوافقاتهم
والجميع يعرف ما بذلته الدبلوماسية السعودية من جهود في سبيل التقاء اليمنيين سواء في مؤتمر الرياض أو بعد ذلك في انعقاد البرلمان الذي غطي أمنيا وسياسيا من الرياض. نعم. في عقد في حضرموت أو اتفاق الرياض الخاص بالجنوب أخيرا. وأعتقد أن اليمن تحتاج إلى جهود أشقائها وليس إلى التدخلات الغربية التي تقدم الهدايا للإرهاب الإيراني وتسلك الطرق للنفوذ الإيراني الذي عبث اليوم في العراق وسوريا ولبنان ويراد له أن يستمر عابثا في اليمن، وأعان الله اليمنيين. نعم. على مواجهة هذا التحدي. أيضا أرحب مجددا بضيفي عبر الهاتف اللواء عبد الله القحطاني الخبير العسكري. سيادة اللواء مرحبا بك. أهلا وسهلا سيادة اللواء، هل تتفق مع ما تفضل به ضيفي عبر سكايب بأن السعودية لا تغربي لحن القول وأنها يعني لا تعول كثيرا على الدفاع الأمريكي عن الأراضي السعودية، ربما يشير بدليل أن السعودية ألغت صفقات لتزويد السعودية بالسلاح أو الولايات المتحدة ألغت الصفقات، أيضا هناك حديث عن سحب بطاريات باتريوت ومنظومة دفاعية من المملكة العربية السعودية، أم أن الزيارة الأخيرة لمستشار الأمن القومي جيك سوليفان قد يعني أحدثت تغيرا في الموقف الأمريكي؟ لم أستمع لأحد من الزملاء، ولكن هذا الجانب يعني مناقشته تحتاج إلى تقييم الوضع في المملكة العربية السعودية. هل نحن بحاجة إلى دفاع أو حماية من أحد عبر هذا التاريخ الطويل؟ هل يعني المملكة العربية السعودية في خطر على وجودها وعلى إنسانها وثرواتها حتى يقال مثل هذا الكلام؟ على كل ما يقوله الإعلام هو في سياقه الإعلامي، وما يقوله بعض السياسيين هو ضمن توظيفهم لهذه المقولات ضمن أجندة. يبدو أن فقدنا التواصل باللواء عبد الله القحطاني، سنعاود التواصل به. بالعودة إليك أستاذ سليمان، يعني تصريحات المبعوث الأمريكي وأيضا السفير البريطاني تقول بأن إيران لا يوجد لديها نية في إنهاء الحرب في اليمن، أيضا ما حدث خلال الأشهر الماضية يقول أن الشرعية ومن ورائها التحالف تجاوبت وقدمت المبادرات وتجاوبت مع المبادرة الأممية للمبعوث الأممي السابق، تقدمت أيضا بمبادرة المملكة العربية السعودية قوبلت برفض حوثي، إذن لماذا مجلس الأمن لا يشكل ضغوطا حقيقية وجادة على الطرف المعرقل المتمثل بميليشيا الحوثي وإيران؟ هذه الأسئلة أجوبتها ما هي في الرياض، أجوبتها في واشنطن ولندن. إذا كانت إيران ليست في وارد التجاوب مع التسويات السياسية ولا مع المبادرات الدولية، فلماذا تقدمون لها الهدايا في قرارات جديدة تلغي القرارات السابقة التي كانت صمام أمان للمستقبل اليمني ومرجع للتسوية، وكانت الحقيقة يعني ملهمة لآمال اليمنيين في المستقبل؟ لماذا اليوم تتراجعون لتقدموا قرار يعني يعتبر هدية للمعتدي، قرار يقدم الحوافز المجانية للذي ينقل الأسلحة في اليمن ويفجر الوضع؟ لماذا تقدمون قرارات تسهل تمترسه في صنعاء وتهديده للمملكة العربية السعودية؟ لا نشتم من هذه القرارات خيرا ولا نأمل منها حلا، وأنا أعتقد أنه الأمم المتحدة التي فشلت في اتفاق ستوكهولم في إجبار الحوثي على التعامل مع مخارج تسوية اتفاق ستوكهولم هي عاجزة اليوم وستعجز غدا. وأذكر أخواني. نعم. اليمنيين أن الأمم المتحدة لم تعالج أي أزمة عربية بدءا من قضية فلسطين
وحتى اليوم القضية اليمنية والقضية السورية وغيرهما، ولا القضية الليبية. الأمم المتحدة تدير أزمات المنطقة العربية وهي تضاعف مآسيها، ولم تقدم أساسا هذه العواصم. الحين يعني كل جل حديثها عن الأزمات الإنسانية، لم تقدم المبالغ الكافية في التي تستجيب للأزمة الإنسانية مثل ما تقدمه دول الخليج وبالذات المملكة العربية السعودية. سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي، كنت ضيفي عبر سكايب من السعودية، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. بالعودة إليك سيادة اللواء، كنا قد تحدثنا عن رؤية السعودية للموقف الأمريكي المتذبذب، وأيضا موقفها من الهجمات والتصعيد الحوثي بالطيران المسير وأيضا الصواريخ البالستية. شكرا لك. بالنسبة للمواقف التي ينتهجها الحوثي ومن خلف إيران، ثورة الإرهاب وثورة الشر الإيرانية، فالمملكة موقفها واضح ليس من الآن وإنما منذ عام 80، ونحن نعلم بأن هناك هجمات بالطيران من إيران مباشرة عام 84 وعام 87 وتم إفشالها جميعا. هذا الذي يحصل حاليا هو امتداد لذلك التاريخ وللعدوان والكراهية والحقد الذي يعني تختزل ثورة إيران ضد العرب إجمالا وخصوصا ضد السعودية. نرى حاليا هذه المسيرات الحوثية والصواريخ الإيرانية يتم اسقاطها ويتم التعامل معها بكل قوة وبكل جسارة وبكل وضوح، حتى في ظل ما يقال أو ما يحدث من تذبذب في العلاقات السعودية الأمريكية من الجانب الأمريكي لأسباب داخلية أو تكتيكية أو لأسباب يعني نعلمها جيدا ضمن التيار اليسار وضمن الديمقراطية الحزب الحاكم في أمريكا حاليا. المملكة تقوم بدورها، تحمي سماءها وحدودها، وها أنتم ترون يعني أنتم شهود معنا، تشوفون أو تناظرون أو تلاحظون الثورة الصناعية والإنمائية والحضارية في المملكة العربية السعودية في كل المدن والقرى بما فيها المحيطة بالحدود الجنوبية القريبة من اليمن، وهذا لا ينكر أي أحد ولا يمكن لنا أن نتغافله. نعم هناك مشكلة إرهاب عالمي يضرب في كل مكان، المملكة تعاني من أشد من يعاني من الإرهاب المملكة ليس من الآن وإنما منذ عشرات السنين، وقد حذرت جميعا أو حذرت جميع دول العالم. السياسة الأمريكية نعلم أنها حاليا في مشكلة داخلية وفي مشكلة عالمية ليست فقط مع السعودية وإنما مع من هم أقرب حلفا لها وضمن سياقها إن صح التعبير الديني والتاريخي والعرقي وحلف الناتو، لديها مشكلة مع العالم وهذا أنعكس حتى على مصداقيتها وعلى مواقفها. خروجها من أفغانستان كان شيء لا يمكن أن يصدق، يدل على أن هناك ارتباك وهناك حقيقة ما يمكن تسميتها يعني بالشعب لخبطة، يعني لم يستطيعوا أن يخرجوا بشكل مشرف على الأقل الجيش الأمريكي المحترم الذي أنا أحترمه شخصيا وأعلم بأن جنرالاته هم الأصدق في الولايات المتحدة الأمريكية. المملكة لها شركاء وضمن هؤلاء الشركاء الولايات المتحدة الأمريكية. المملكة لديها خيارات لاتجاه شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. الحوثي مشكلة إرهابية لا شك، لكنه يعتبر يعني ضمن سياق هجمات إرهابية أخرى تعاني منها المملكة على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني وعلى المستوى حتى يعني الأخلاقي من هذا المجتمع الدولي الذي يوظف السياسة ويدعم الإرهاب ويغض الطرف عنه كما يحدث حاليا في صنعاء. ما يوجد في صنعاء يا سيدي هو إرهاب مجلس الأمن يتغاضى عنه مباشرة، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، الدول الأوروبية، الاتحاد الأوروبي المنافق، كلهم جميعا يدعمون الحوثي ويدعمون إيران مباشرة. لاحظ ثورة إيران الجميع يكرهها والجميع يعلم بأنها إرهابية، ولكن من يحميها ويمنع سقوطها هو الاتحاد الأوروبي وهي الولايات المتحدة الأمريكية. بريطانيا لا تود أن يغيب الدور الإيراني على المنطقة، حتى تصريحات مبعوثهم الأخير في مجلس الأمن كلها في هذا السياق. نعم سأعود إليك سيادة اللواء، ولكن أنتقل إلى ضيفي من القاهرة الأستاذ عبد الستار. أستاذ عبد الستار، في بيان مجلس الأمن في تصريحات السفراء الدائمين العضوية في مجلس الأمن لدى بلادنا، في تصريحات المبعوث الأممي وأيضا من قبله أو المبعوث الأمريكي ومن قبله المبعوث الأممي، كلهم يعني يدينون الهجوم الحوثي على مأرب ويقولون بأن ميليشيا الحوثي إذا أرادت أن تظهر حسن نوايا من أجل السلام عليها إيقاف هذا الهجوم. لماذا كل هذه الجعجعة
ولا نلمس أي ضغوط حقيقية من أجل ذلك؟ وهل ميليشيا الحوثي في وارد يعني إيقاف الهجوم على مأرب والدخول في تسوية تفاوضية قبل إسقاط المحافظة؟ سؤالك من شقين. الشق الأول، لماذا كل هذه القعقعة وليس هناك طحينا سياسيا أو طحين على شكل ضغوط الأمم وهذه الدول تتعامل بلغة الوقائع ولغة المصالح؟ لغة الوقائع على الأرض لا تسعف هذه الدول أن تكون نصيرا حقيقيا للشرعية. في الحقيقة هذه الدول تنظر ليس بمنظار أخلاقي ولا بمنظار معياري، وإنما بمنظار السياسة البرجماتيك. ما هي الوقائع على الأرض؟ ما هو التواجد الإيراني؟ مشكلة إيران أنها ورطة حقيقية للعالم، ليس كما نتوقع أنهم يحبون إيران ويدللون إيران، لا، هم يتعاملون مع إيران كمشكلة، كمجنون يتدافعون معه، لأن إيران يعني تمتلك أوراق ولا تفي بأي التزامات أخلاقية. بمعنى ممكن أن تدير إيران حربا في المنطقة بإغلاق هرمز أو ممكن أن تدير هذه التبعات. الدولة الإيرانية لأنها دولة ملالي لا مسؤولية قيميا وأخلاقيا لا يتحملها العالم. العالم يريد أن ينعم بالهدوء والسكينة والحرب. ثم أيضا هذه لغة الوقائع، لغة المصالح. هذه الدول مجتمعة منها الصين وروسيا تحديدا لها مع إيران مصالح اقتصادية الآن أصبحت ضخمة. إذا كانت الشراكة الصينية الأخيرة مع إيران تعد أقوى شراكة ربما في القرن، لأنها تمتد لعشرين سنة وتبلغ يعني مبالغ طائلة، تمتد عسكريا ومدنيا وهلم جر. إذن لغة الوقائع التي لا تسعف أنه هناك في اليمن حل ناقز عسكري للشرعية، إنهاك الذي دخل فيه التحالف بحيث أصبح الغطاء الجوي هو الأساس، ولكن أصبح أجواء السعودية مسرح عمليات إيرانية. أصبحت المملكة تتلقى وإن كانت أشياء لا تصيب كثيرا ولكنها شوشرة، هذه المسيرات والصواريخ. إذن هناك أيضا خطر عندما تزرع الجماعة الحوثية في البحر الأحمر أكثر من 9000 لغم، وتدخل قبل يومين يعني كاسحتي ألغام وهناك 3 في الطريق. إذن هناك خطر ما تريد هذه الدول أن تتدافع معه. هناك متغير جديد لابد أن نلمحه. نعم، أمريكا عهد جورج بوش ليست أمريكا اليوم في عهد بايدن. بمعنى كانت سياسة أمريكا قبل 20 سنة هي سياسة الحروب والمواجهة والدخول المباشر. أمريكا انصرفت إلى النظر إلى جنوب بحر الصين، إلى خطر قادم بعد 20 سنة. كل التوقعات تقول أن الصين هي الأولى اقتصاديا وعسكريا. هذا الشبح جعل الأمريكان يؤجلون معاركهم في الشرق الأوسط، ينسحبون نموذج طالبان ونموذج السياسة مع إيران، سياسة احتواء، سياسة مهادنة، ليس هناك نية. والكاسحات التي دخلت البعض يرى أنها حربية، لا، هذه كاسحات ألغام أمنية. بمعنى أن أمريكا تنظر إلى أن ما يهمها هو البحر الأحمر، تريد أن تصفيه وتؤمنه وتذهب إلى ملفات سياسية إيرانية. الدليل الأصح على ذلك أنه كان هناك تصريح أن هناك لقاء أوروبيا إيرانيا قبل أسبوع حول الملف النووي. أمريكا أوقفت هذا اللقاء رغم أن إيران كانت صرحت به، والاتحاد الأوروبي أوقفته حتى تكون حاضرة. تريد إيران أن تدخل الآن وتعود إلى مربع الحوار الأوروبي الأمريكي الإيراني من باب سياسة الاحتواء. كل هذه الوقائع تجاوب على سؤالك لماذا كل هذا الضجيج وليس هناك وقائع وطحن سياسي. الشق الثاني وباختصار أجاوب عليه، هل الحوثي يسمع كل هذا الضجيج وأنه سيذهب إلى حل قبل معركة مأرب؟ أعتقد لا. الحوثي لديهم مشروع ماشي عليه استراتيجية أنه يسقط ما يمكن إسقاطه، والحل السياسي مناورة كاذبة لن يذهب إليها لا آجلا ولا عاجلا إلا إذا هناك قوة رادعة عسكرية. نعم، بالعودة إليك سيادة اللواء عبد الله، يعني كل المشاكل وراها إيران خصوصا في اليمن، وأيضا من خلال تزويد الميليشيا بالخبراء العسكريين وأيضا بالصواريخ الباليستية والطيران المسير، هل هذا ما دفع المملكة العربية السعودية إلى القيام بمحادثات مباشرة مع إيران؟ وكيف هي قراءتك لهذه المحادثات؟ لا يعني اسمح لي التبسيط، لا يجوز في هذا المجال. المملكة كغيرها يعلمون بأن إيران هي خلف كل المصائب في المنطقة،
وهي صاحبة الإرهاب ورحاملة لواء، وهي التي دمرت العراق وسوريا ولبنان واليمن والأمن والسلم في المنطقة إجمالا. هذا يعني معروف، يعني معروف. ومجلس التعاون الخليجي قام على هذا الأساس، على أساس يعني مواجهة خطر تشكل ثورة إيران. لكن المملكة العربية السعودية أبدا تسعى إلى التقارب مع إيران، تسعى إلى التفاوض مع إيران، تدعو إلى أن تكون إيران جار محترم ولنا علاقات جيدة مع تجارية واقتصادية وثقافية ومن جميع النواحي. هذا هو دجل المملكة العربية السعودية. لكن الذي حصل هو أن إيران لا تريد أن تكون هناك علاقات على مبدأ حسن الجوار وعلى مبدأ السيادة الداخلية لكل دولة عربية، تريد أن تصادحك باليمين وأن تغدو بك باليسار أو العكس. هذا لن تقبل به المملكة العربية السعودية. يعني إذا يعني كان هناك مرحلة طويلة جدا فيها مفاوضات وفيها صبر طويل بلا نهاية وفيها محاولات، فقد أثبتت جميع هذه المحاولات لأنها لم تأتي بشيء. المملكة وصلت إلى حد كما نقرأ أنه لا يمكنها أن تتعامل مع إيران إلا من خلال وجود أسس جديدة للتعامل جديد على مبدأ عدم التدخل في السيادة وعلى مبدأ عدم زرع ميليشيات في المحيط ولا في المنطقة. هذا أنا ما أقرأه، هذا ما أفهم. نعم. المملكة نعم تدعو إلى أن تتفاوض مع إيران، تدعو إلى حسن جوار مع إيران وأعلنتها، لم يكن خافيا. لكن يا سيدي هنا ليست المشكلة، المشكلة ليست في قيام العلاقات، لأنها ستعود حتما قطعا، ستعود علاقات سعودية إيرانية بلا شك. لكن كيف ستعود؟ هل ستعود ونحن نرى هذا العبث بالمنطقة، إرسال الصواريخ والمسيرات واحتلال عاصمة عربية اسمها اليمن وتخريب المنطقة والتهديد بالإرهاب والمخدرات من لبنان ومن غيره؟ هذا لا يمكن أن يقبله. وعليهم أيضا أن يعلموا بأن المرحلة مختلفة وبأن القيادة في المملكة العربية السعودية يعني يعرفونها جيدا ويعرفون أنها لن تهادنهم لمجرد المهادنة. لا تخاف المملكة بعد اليوم من أي أحد إلا من الله سبحانه وتعالى. يعني الأمن الاستراتيجي السعودي ليس عليه مساومة كما أقرأ وكما أفهم كمواطن سعودي. نعم. اللواء عبد الله القحطاني الخبير العسكري كنت ضيفي عبر الهاتف من السعودية، أشكرك جزيل الشكر، والشكر موصول لضيفي من القاهرة عبد الستار الشميري الكاتب والباحث السياسي. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الستار. كما هو دائما وأبدا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، في أمان الله.